مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدنا نورجيكم هيك بجولة سريعة، لانه هذا المكان صعب انه انا اعمل سكيتنج عليه، بس بدي اورجيكم هذا جزء من مهرجان الوينترلود اللي هو بيصير بالشتاء، اللي هو السكيتنج على القناة. هاي القناة حكينا عنها، قناة الريدو، بالصيف بتكون طبعا مية، بالشتاء بتتجمد، بيفتحوها كل سنة بيختلف عدد الأيام والتواريخ اللي بيفتحوها، بس لما تجمد كويس ويتأكدوا انها جمدت بيحاولوا انهم يفتحوها للسكيترز. زي ما انتوا شايفين يعني انا ماشي هيك بشوي شوية، وابني هيقعد بصور لكم. ناس ما شاء الله عليهم، يعني مش بس مبسوطين، مكيفين على القناة، بيجوا مع العائلة والأهل ينبسطوا، يعملوا سكيتينج ورولينج. هخليكم بعض اللقطات انبسطوا فيها. طبعا زي ما شايفين احنا هون قربنا على نهاية القناة اللي هي قرب البرلمان، زي ما شايفين قدامنا الان جنبنا هون الشو سنتر او السنتر تبع المؤتمرات، وقدامنا في البرلمان. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل